شنو هادي؟ ليمون. برافو. لا هذا جزر مكوبي فيه. برافو. الأب أريان ريان أريان ميمون قفل انتي رايح مجانا شان ذهنيين معاقين لدي رايج مجمعياتي بتسام دي مطير نتمنى ياسم التوفيق إن شاء الله يجي حنجايا لأن حنجانا شتواتون الطاس دي قسنة إكريما شتواتون حنجانا يطاس أقيف مغاي وذان تعانا نكيسن وليني شن ذاني تي المسؤولين خير نتيا الاطباء لنا في المنايين توصلوا شي واش اهميه لوخا الحمد لله الجمعيه يعني ابتسام هو تصن الشوا تصيح نجي عن توغ بالعن خاص ندير درين وها مغان توغ توضيع عن ليسي وذا مغان روحنا مني توضيع عن لوخا الحمد لله تبانان المجتمع راني هني قان راني هني غاسم الحريه ديال الحياه ولكن من زيد المسؤولين ذي وذاني ذي المحسنين تشن غباري المغرب تشن المغرب هذا عاونا احنا جعناس نوش نفوس داسنا خاصنا تسجلنا الظالمو عنا تزيد عنا الاباء نسن الامهات نسن ديني وذا نقجنا قاين ندير عروبيه باش هذا سن داني تستف مزيف غوري يعني خاص تستف مطعون نسن وزمان يخصصنا التصن الحوايج يخصصنا مثلا غاسن مشاكل التص مارك احنا جان هرشنا التص اكثريه غاس نور اكثريه غاسن التص مشاكل اللي صحن نسن وكما من اي حاجه انا مارست اطباء ومعروفين سني هنا حداجن دويا الطاس هرشنا الطاس غتوين مسؤوليه الوالدين سن نهراش المصاريف الطاس وريني نشتي لا اله الا الله رب العالمين ان شاء الله نجازى الاباء نسن الامهات نسني كسن المشاكل اللي كثاوان سن باش الطلب ديال المحسنين ادسنا نضوضا انزان اسن معاناه نسن سيونيك الاباء نسن سيونيك الامهات نسن باش ربي العالمين ان شاء الله غادي يسر الامور. كنو كاباء من عند المشاكل اللي المعاناه تجي تاعنا؟ غا في المشاكل مثلا غا اولا غا في حنجان وجن باش هادي 10 كيلومتر 6 كيلومتر تحوز طاس ترونسبور طاس ترونسبور يماش باش تاوي كيسدو عام مطغورين حيت تخص شويه تجهد راخ الاب راخ الام راه قبرنا حنجان وثانيا غاسن المشاكل غاسن المشاكل الصحي غاسن نهراش صحي تاوي المصاريف الدواء نشتي نغا خدانيتي اتفت غي جو بوبري خدم جو عليه خدم 100 درهم 100 درهم غا سريتي حنجان ولا حنجان غا سيحن جو حنجا زكينا وزما وسي تقدي شاين مصاريف نص ذا وذن غاسني وذن غاسن رهراش وزما غاسن نشمي غاسور غاسور غاس نهار 16 غاس التحاليل وفي خميس غيوض احس علي خور ولا حس التحاليل اللي دريوش مونتي تصن حوايج زين المهم نتمنى جي ربي العالمين هذه فارج ان شاء الله جميع المسلمين وتمني خاطر رساله هي السقف ضغط اني غايتش الاموال يوشسنا ربي نارزق عزونا في نفكن ادوض نغي حنجانا انزان ستة وينسون اسنك المساعده احنا جانا المهم الزان ستة وينسون هذا سن الزان الجمعيه الابتسام باش ربي العالمين ان شاء الله سني وفق السن مي غنفكن مال نسن مي غيكن الاجار مي ان شاء الله ربي العالمين زكوبي زكوبي تو مش دانيتا واش توالد لاحظ انه ديجا تحسن اللي خديش هو بدر خبر الحمد لله زكوم اللي سوح نجعي ذاني كي غن جمعية يدور مليح يدور يندم جي جودان يدور ويتواش أنزوا عرشة تفاي جي تدا شخنا يتفاضي يتدا يتقع ودي تعقيب تغا مرا يتفاي يجوا يتقع مهم فقع المشكلة كيس تغا يدي تعقيب غا تدا تغا زكوم اللي سوح جمعية يندم جي جي محضان المعلمين تي الصغار سمش كيس جوان يندمج المهم يدور روحه مليح ويتقعشا يتغيما ترانكي هذه هدا تغيما عادية وخايف فغيت يراقي حنجاني تعقب عادي المهم الحمد لله نتمنى يوذان غاتشان يحنجانا وخاسم تبلي عن شادي ثوذرين ما يميتو غنسنا الطاس نشيل متو تشي مزيان شوان السين بوم انايا حنجان توغا بلا عن خاسم دي ثوذرين امهات نسن ما يميغاس المشاكل مريع خوياس يكوارس يكوارس وسي تغيميا مثلا غادي يستغفر هذا شي وجع والسن ماشي هذا شي كان تو غادي يوقف نيشات بالله عن قاسم ديتو درين احنا جعلني مغان معقدين لوقا الحمد لله روح هذا الجمعيه خبيتي مغان يعني تي تقصي حاول هذا عالج معقد يتدقر وغير يطري ما يمني مغا غير طبيعي وانت من الناس الجيني غاتشاني احنا جعلنا ندوي ندغى الجمعيه يا باش استفدنا ندمجني كيوذان ربي العالمين نتمنى ان شاء الله الخير ان شاء الله السلام عليكم عند السجن الأشكال نقرا الموقع نادور بريس يكيخي كسينا منوس يكيخي إشعاش النهارة رفلاحنا تسيف الخي حنجان رغم
ليش حاجة يديني في نظر مثلا بسيطة ولكن تغير حنجاني سواني قديراني قدين ليش حاجة تم قرن تتص فحمد ما رقع عدد زام أم تسيف ندي موقع نظر بريس أم تسيف نتسوي حنجاني فيديوهات يعجب سنر حالة تص برمس نوشن لديش حاجة غي التعامل كيس نجند وور كيس ضحشاني كيس سواني كيس نيران فاحنا عجبنا سنر حال ونتقدم يعني يجن الشكر دم قران تعاون وطني ودخل ديالي فيوشن بوبوس زين هاومين بدا دي الجمعيات تثيخ الدعم الدعم الوحيد هي التعاون الوطني ثبرتي نفس السيوض خنهارة وهي ما مش سيورنا مع المستفيدين الأطور مش سيورنا هو التوبيس من نخدم قران يعني تعانى نطلس لين يحن جارو زمادويا عندي انت يحن جارين تغيبت بسبب انين وزمادويا غاس شلل غاس شل القذان نغاس الإعاقة القذان وزما بوتو يعني إذا المرض اللي توبس يعني تما تستفيد مرض الحصة الناس الوضع الأساس الموضوع النخنة هذا بالنسبة للموضوع من التصميم المواضيع ولكن أنسي والخرب عض النقاط تتم جوارة بالنسبة للجمعية ونستفيد ورزقيش من جهة من خاص التعاون الوطني الذين نرمى الذين تصمن وما تقرأ قراص استفادوا لأن إيش ما استفيد ولا تجين جهة لازم محسنين لازم الجهات الأخرى هذه من جهة ثانيا الطلب والطلب الأساسي النخ هو المركز الرياض لأن واخذ الفضاءات للمساحة الخضراء ماني غطوني إحنا جاني إني إحنا جاني وإذا ما خصنا ضغط الدراسة يتغري التص لأن غاسني 20 دقيقة خصت سايحة يعني وإذا ما كنت استمر غاسني راح قريت ساحة يعني ما استمر خاص مثلا التص وزما هو كيس تكمل الحصات كما اذا يوانيج 20 دقيقه ني ضاربه ساعات الحروف اللي كنت شي حاجه اخصك تبدرد استبدرد الجو يعني تصوف غاض ني كيس تيراد في الشلع عاد مش ندير معدومين لا الالعاب لا الفضاء لا يمشان لا المرافق ما قاصد الجو مشان الكافس اذا الطلب زي الجهه المعنيه أتغزى دي المنظر وانيتي ونطلب زي الجهة إذا غايتش المساهمة قنش ناجزو مثلا زي الجهة المعنية لعاونة الجمعية قنش جمعية قلت كيش مبريدة سبحانه وتقول شي تعاون الجمعية أصلا تعاون نحن جاني استفاد قا الغاسم دا استفاد نروخو بالنسبة آخر عام استفاد ستاندر غاسم تقويم النطق الترويض المواكبة النفسية يعني الجمعية الكفاءة يعني ثيارة قانق الجمعية وغاس الكفاءة ولكن خو خص يحضر وخص تسجل ملي تو خص تسجل في الجمعية دار أهداف نتا ضامن تخدم قاقت تستمر تجيج مبريد نجح إن شاء الله وتمني ثبرة تطور وبالنسبة ديني الجمعية في قانق الشينا نازم الجمعية قانق تستفد سرنا ساعاتين قانق غام قانق المركز هو الخبر واهي ولله صحة لها سوار ندير دي الهواء وها نشتي ان شاء الله نتقم انايا لله واخذ السلا وزيد نستفيد وزيد نتق اول اجر خير رب العالمين السلام عليكم زيد وهم ها زيد وهم ها زيد تقريبا هذه 6 سنين وانا خدامه هنا اول حاجه يعني باش بدينا نخدموا كنا خدامين تقريبا مع 12 مستفيد دابا بحول الله تقريبا شي 32 واحد عندنا اعاقات مختلفه عندنا التوحد عندنا ثلاثة السبغي عندنا تاخر الديني عندنا الصم والبكم الحمد لله يعني عندنا عده اختصاصات عندنا التربيه الخاصه عندنا تكوين النطق عندنا الترويض التربي وعندنا النفسي الاكلينيكي وان شاء الله هذا العام غادي ندير لهم النفسي الحركي الحمد لله يعني من بين التطورات اللي لاحظت على الوليدات كاين تقريبا دابا شي 3 ولا كانوا كيستافدوا في الجمعيه دابا ولاو كيقراو في المدرسه يعني مدرسه عاديه كاين منهم اللي ما كانوش كيهضروا ما كانوش كيتواصلوا دابا ولاو كيهضروا كاين من بينهم اللي عندهم شرط النصف يعني واخا ما كيجيوش للجمعيه كيستافدوا من الترويض الطبي ومهم كاين تطور لحد الان الحمد لله المشكله اللي عندنا حنا اللي غادي نهضروا عليها حيت باغي نديروا بزاف ديال الحوايج كاين العدد كل عام كيزيد المستفيدين كيبغيو يستافدوا ولكن حيت عندنا المركز صغير ما كنقدروش يعني نستقطبوا بزاف ديال الاطفال يعني اللي بغيناه هو يكون عندنا مركز يكونوا فيه بزاف ديال الاقسام نديروا مشكله من حاجه نقدروا نديروا التكوين المهني نديروا او نسميو التكوين المهني ونزيدوا يعني الاطفال
نزيدوا علاش لا نزيدوا مثلا 18 عام الفوق باش نديروا التأهيل المهني. استاذ زيد ها كنت عزوز باش شنو يعاون للحياه هذا التوبيز نعم وزمان رحيدان وزمان رحيدان وزمان رحيدان وزمان رحيدان أتوضي؟ نعم يعني مرة لويا التوبيز ترتزد كنا؟ كنا ترتزدين نفسي تبو تغييب تشام؟ أنا بيحسام يتسي باش مروخ أخموه تزدو بعد إيمان حيث وزمان تو يعد التسمو بريد توتي هاي تعتوبيز اش ميدي تاوش ميدي تار ان شاء الله 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 اللي قبل بالنسبه للدواء اللي مين تستعمل الدواء شحال تعمل مين ما يتقسم مين يستعمل الدواء مين ما يتقسم مين ما يتقسم تقسموا لنا الدواء ياخذ مروه سود الدواء مين غيوقع هذا الشطاس وا جيت تو بيس ان شاء الله جيت تو بيس وا عاد تزدد صافي مليح مليح هي تجيب المهم شي خصنا نخرفط خصنا نخرج نحجج خصنا طالوف خصنا نصيو دا ورنا خد ياوب خصنا طواليت نجي نتغسل طواليت خصنا 39 زياده باش ما نغيران ودا بوي موشان دسير عن تواليت هذا اللي تاعي الجمعيه يعني خصك نول المركز شان المركز يعني ليس الفضاء النيراد يعني تو غاس الفضاء تمر و خصنا نخدم المشكل كتا خصنا نخدم ني غتيرا باش هو تملي التوحد يتملى خاصنا 20 دقيقه تملى خصي حنا الموتين وخمس بيت ترونسبور ما مشتك تسقط مثلا ميم داليتها تويتي الخيران يوميا يعني خصك تتسد التويت شو جني خلوت سد بني نشخص نشود سخ ولكن ديني وذان تعانا ديني وذان تعانا نقوان تزقي تعب السرام نقوان تزي الدون نقوان تزي اي يعني يوميا خصك تضبط الرسبور باش يدي يومي سنفري تجيس نقوان تزي مهم نقوان تزي حياتنا نقوان تقص قديني وذان غان خصك حياتنا طوض نتخصص تمسافي صافي واه قاين راه نخرجو شي شو ولكن بجن يعني يوميا خصني واحد ديال ساعه واه قاين ديني الديار يعني خصني الترونسبور نتا الطوبيس خصني حاجه باش يحجع علينا نكسينا الدار سلا بودا الطوبيس يحجع باش الكنفانه ديالي مليح ان شاء الله ري مي غاسا ربع سنين داس غدي بوجور زيدون كوارتيلا قسم بري ايوا زعما قراو مختاز من المركز قدم تسعي حنجان واحد حسران حنجان ثمانين حسران ديكوالي تطم زيان وذا شا ماني غيران وذا شا الصحة فمن وذا ما يغيران ولو التسعي هو نتمنى ان شاء الله هذا خاز قدم تسعي حنجان زيادة يوقع ذا غي وذا مغني قوان بغانش قوان بغانش ضروري خصني شويه نسوايع خاربين خاربين حنجان دانيتا ضروري خصني سميري غاس المركز تاع سبحان الاخصائيا اللي غيخدم اني كصحاب التوحد ديك الاعاقه باغي ودان يبجن خصني الطوبيس يبجن سواطاس شمال مشي نيست نيست نشو تسق ولكن قديني ودان تعالى نطراس وغاسم ترونسبور باش هاد التوين باش هاد اسم الخيضاني قصح توالي دا حنجة غاتش الإعاقة يقصح باش هادي تسقى هاد التصميم بريد من نجد قام باش هاد فيه دا قيمة يشعر التمو بينا فما يحسن عاون در المساكين وغاسم شاد إمكانيات كلشي بعيد سيف التواليت أولا ضروري حسن التواليت وهذا الشاع المهم خصني بوش مالي غير نعاود وا حسيت ان ماني غتيران ماني غات وانت عمق نظنصان يعني نمشي نفحص منوية ولكن ضروري خصني نمشي انا اسد الدرن
حتى القرب ان شاء الله. ايوا شكرا لكم. راني جيت خاص 5 سنين خاص فرط الحركه ولا قياس الحركه خاص تحققوا النظم وخاص زعما شكل التوحد. يعني واخا هذا المركز تبكن يعني كل مجهود من السنس والتص هم كيديروا الجهه ديالهم على عرف قدو ما يبغى تسمع ولكن هنا ما كاينش فين يلعبوا ولا فين يجروا الدراري. انا كنت بنتي فيها بحركه بزاف خاصها الفضاء فين تلعب فين تجري والطواليت حاجه كون ما كايناش بزاف ديال المشاكل اللي كاينش الترانسبور ما كاينش. يعني خص واحد المركز يكون ملائم ويكون اقرب من الكيلومتر اللي كنضرب من الدونت لهي فوق الكيلومتر كنضرب على رجلي كنت عندها صعيبه في الطريق كطيح لي كتعوز خصها ضروري ترانسبور. يعني في النهار شحال كتجي مره وكترجعي مره وحده ولا جوج مرات؟ مره وحده يعني كتجي في الصباح وكترجعيها؟ ثلاث مرات في الاسبوع اللي عندي على الحصص ثلاث مرات في الاسبوع كنجيبها كنرجعها تنرجعها سميتو بلاصه واحده اخرى عندي فيها بزاف المشاكل هي خص المركز يعني المركز يكون ملائم ويكون وخص الترانسبور عاوز امكانيات يعني ما كاينش بالنسبه لهاد الجمعيه. عندهم امكانيات هما كيديروا مجهود بصراحه 40 دقيقه راه مزيانه بالنسبه لهم مزيان ولكن فين يلعبوا فين يجريوا ولا فين ياخذوا حاجتهم ولا فين غاده راه كون شفت على برا شي حاجه بسيطه ما كاينش شي حاجه. حنا بغينا المركز تجيبو والترونسبور يعني يبقى يديهم ويجيبهم ان شاء الله ربي يحفظهم ويشافيهم ان شاء الله.